شحال من قصه كتبدا وكتسالي بلا حتى حد ما كيسيق الخبار. كيفاش قال لي ودي انا راه راجل؟ قلت له حتى بالفتحه انا راه بلوره. كيفاش هاد المره كتسوق الطاكسي ما تقبلوهاش؟ دري صغير 9 سنين تيقول لك با بيعني. وشحال من قلب كيتوجع في السكات كل نهار. هاد الخطره عيرني كاع سير هاد العميه هذيك الكلمه حطت حطمك. نهار الربعيه مشيت قالوا لي ولدك باه انتهيت. شحال من عين كتبكي بلا دموع وشحال من حق بالخوف والسكات مشى بلا رجوع. كنت كيقتل لي ولدي نقتلو تانا. جاتك شي لحظه هاد الافكار؟ جاتني هذيك اللحظه. داك النهار ما شفتيهمش؟ داك النهار ما شفتوش. انت بغيتي ولادك؟ لا انا بغيت ولادي. بغيت كتبغي حتى حاجه من الدنيا؟ الخير، الشر، الحب، الغدر، الامل، الالم، قصص ما كتوقعش كل نهار وما كتعاودش كل نهار. بغيت نكون هكا شي حمقى وباغا نخرج بحال هكا نمشي هكا بحال هكا، مي سي تان غو. اون جينيرال العيالات كتقول لك العقني ولا طلقني. لقينا الراحه ديالنا والروح ديالنا في هذا الدومين. انا حاليا ما تنتمناش نشوف، تنشعر انني نفسي تنشوف بعيني الاخرين. اللي سمع الهم الناس كتهون عليه همومه، واللي شاف قصه الناس كتصغر قدام عينيه قصته. الوالده ديالي تقاس بمرض الاميلاد الزايمر في 51 سنة. ما بقاش الهم ديالي هو التوحد، الهم ديالي هو الصراحة. على ميدي ان تي في شوفوا قصة الناس كل نهار من الاثنين حتى الجمعة، حيت باقي في الناس بزاف ما يتعاود.